تحية طيبة مشاهدين الكرام متابعي قناة سامراء الفضائية، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج توارد. نرحب أجمل ترحيب بالشاعر المغترب لبيد هاني. أهلا وسهلا بك يا لبيد، ومسرورين أن تكون ضيفنا اليوم في برنامج توارد. مليون أهلا وسهلا بك أحمد. حقيقة أنا سعيد جدا أن أكون معاكم اليوم، يعني يمكن أنا صار كم سنة ما ملتقين. أنا سعيد جدا أن شفتك وشفت كل الأخوان والأصدقاء والأحبة، وسعيد وياكم اليوم واتمنى تكون حلقه جميله. احنا اكيد ايضا مسرورين بقدومك يعني من عمان الى العراق الحبيب، لكن خلينا بدايه بشاعر المغترب. حسب ما لقيت لك تجرحني كلمه المغترب. يعني مو كاشخ بيها انت؟ لا تجرحني اكشخ بيها على شنو يعني؟ نعم. شوف حمودي، انت مثل ما قلت يعني في هاي المرحله ان تكون مغترب في مثل الذروة بالنسبة لهذا العمل. تمام. مرحلة قاسية هي بصراحة. قاسية جدا. كم سنة صار لك مغترب؟ سنوات طويلة. يعني؟ يعني راح يصير 10 سنوات 9 سنوات تقريبا. يا سنة طلعت من العراق؟ طلعت أنا بعد 2003. 2003. بعدها. مباشرة يعني؟ يعني إيه؟ 2004؟ تقريبا. لو 2003. لا بعد نهاية 2003. صارت. حلو. يعني راح يصير 12 سنة. ان شاء الله تخلص. ان شاء الله. ان شاء الله. ما ناوي ترجع تستقر في بغداد؟ اتمنى والله احمد، اتمنى ارجع، اتمنى الناسي، اتمنى البلدي، اتمنى منطقتي، لاجوائي، لبيتي، هاي كلها اتمناها يعني، وكلها اشتاق لها بشكل يعني بشكل دائم، وما زلت احلم بالعوده والاستقرار بالعراق. يعني قد يكون انه اغترابك فتح لك ابواب وفتح لك افاق للعمل وتواصلك مع الفنانين، تواصل النص الغنائي للبيد هاني. قد يكون لو كنت بهذه الفتره في بغداد، ما اعتقد يعني كان هذه الابواب. خلينا نكون اكثر واقعيه الفنيه متاحه يعني. خلينا نكون اكثر واقعيه. نعم. اكون صريح معك، الان العالم اصبح قريه صغيره فعلا. تمام. يعني هاي الجمله الان فعليه هي بوجود مواقع التواصل الاجتماعي والتليفونات وغيرها وغيرها وغيرها. تمام. وسائل صارت اصبحت متعدده الان. وجودي خارج العراق اتاح لي فرص، لكن مثل ما يقولون هن اكل من جرفي. يعني اخذ مني هواي، استنزفني هواي، استنزف من عندي، لكن يعني اكو حاله ايجابيه واكو حاله سلبيه. انا عشت ما بين الحالتين. ايجابيه انا كشاعر قدرت اطلع نصوصي، قدرت اشتغل، قدرت اشارك مهرجانات، يعني قدمت اسمي بالاتجاه العربي. حلو. خلينا نقول يعني، لكن بالمقابل على المستوى الشخصي لا، استنزفني وايد. يلا ان شاء الله ان شاء الله يعني نفرح بيوم عودتك الى بغداد. امين يا رب ان شاء الله. والله اتمنى العوده، يعني استقرارك في بلدك وعراقك اللي دائما مشتاق لكل مبدعي ولكل ناسه ولكل مثقفي اللي يعني والله اتمنى اجبرهم الوقت انه يكونون يعني خارج العراق. لبيد، خلينا نبلش بفقره قالوا عنك، وعندنا مجموعه مما قيل يعني في حق لبيد هاني. قالوا ان الشاعر لبيد هاني يهاجم القصيده الوطنيه الحاليه ويصفها بقليله الوعي. مو شويه ثقيله كلمه يهاجم؟ ما اعرف، هو راح اسمع من عندك وانت راح تبرر ما قيل عنك انه انت في اكثر من مجلس تهاجم القصيده الوطنيه الحاليه، تهاجم حتى الشعراء الشعبيين يعني بهذه الفتره يعني الصعبه اللي يمر بها عراقنا الحبيب، انت هاجمت اكثر من مكان حسب ما قيل لنا، انك يعني غير راضي عن اداء الشعراء الشعبيين، غير راضي عن القصيده الوطنيه الحاليه. حقيقه مو اهاجم، بس انا انتقدت أكثر من مرة وفي أكثر من مجلس وحتى بالإعلام، يعني أكثر ما يسمى بالقصيدة الوطنية هي غير وطنية، هي جدا غير وطنية. شلون؟ يعني خليني أتوسع ممكن بهاي القضية. أخذ راحتك. كل المحبة لكل شعرانة وكل إخواننا وأصدقائنا، لازم أصدقائنا وإخواننا الشعراء يدركون أن هناك فرق ما بين القصيدة الوطنية وما بين القصيدة السياسية وما بين القصيدة التعبوية. نعم. هنا كل وحده صارت بجهه. الموجود الان وما يطرح اللي هو اغلبيته هو مو وطنيه، هي تبنيات لمواقف سياسيه. فلان من السياسيين صدر بيان، يجي شاعر يتبنى موقفه على اساس ان تكون وطني ان تبتعد عن كل التوجهات السياسيه. انا اشكرك تكون وطني، تكتب قصيده وطنيه. على فكره القصيده الوطنيه اللي هي من وجهه نظري في ظرف مثل اللي دمر بالان بالعراق. نعم. لا تجي تقرا لي قصيده تقول لي عنف سيء، انا اعرف العنف سيء. لا تقول لي عليه، لا،
اكتب لي قصيده غزل في هاي الظروف هنا تكون وطنيه. اكتب لي عن الحب، اكتب لي عن السلام، اكتب لي عن الجمال، هنا انت تكون قمه الوطنيه في ظرف يعني صعب. يعني هسه المرحله صعبه وانت مثل ما تعرف معارك ودبابات ناهضها ناهض العنف بس يعني بس لا تقول العنف سيء، انا اعرف العنف سيء ووضع يعني تجاه يعني تناهض العنف بالورده وبالحب يعني هذا وجهه طبعًا نظرك طبعا لا شلون يعني مثلا حاسبينك مو اغنيه وطنيه؟ انا اعتبر حاسبينك اغنيه وطنيه. شلون؟ الدنيا حلوه، الناس حلوه، والوطن باسم سعيد، الله اكبر. حاسبينك مثل رمش عيوننا بعشرتك لين. يعني هسه يعني شوف يعني شوف يعني شوف انت تنتقد القصيده الوطنيه الحاليه؟ هي مو وطنيه اساسا 99% من المطروح الان هي قصائد. المهرجانات اللي اقيمت مؤخرا بالعراق احمد انا بعيد وما عندي تماس ويا اكثر المهرجانات واكثر ما يدور يعني على ما اعتقد. هسه قلت انه العالم اصبح قريه صغيره يعني متابع يعني ما خليني اكمل. انت تتحدث عن هذا متابع المهرجانات الان هي مهرجانات مدعومه سياسيه كل يعني مو كلها لكن اغلب المهرجانات. شنو الضير؟ شنو الضير يعني شنو الضير اذا كان مهرجان مدعوم سياسي؟ مو لا لازم هنا راح تضطر ان تتبنى وجهه نظر الدعم السياسي لازم تتبنى وجهه يعني نظر. يعني المهرجانات هسه اللي اقيمت واللي تقام في بغداد والمحافظات مهرجانات سيئه او سلبيه وغير وطنيه وتشتغل ضد العراق بعلم الشعراء المشاركين هم كلهم يعرفون انه هاي مهرجانات غير وطنيه وجاي يشاركون بها. يعني الدفاع عن الوطن، دفاع عن العراق، الوحده الوطنيه، المصالحه الوطنيه هذه شعارات اللي ترفع. انا دائما اضحك على كلمه المصالحه الوطنيه. شنو يعني المصالحه؟ هو يعني من المزاعل حتى يصالح يعني أولاً كشعار يرفع لمهرجان وشاعر يجي يقدم به قصيده. أحمد اكو جهه داعمه، اكو شاعر جاي يستلم مبلغ. دليل غير الوطنيه بهاي المشاركه ان الشاعر اول ما يطلب الرقم سعره يطلبه يقول ايش قد اخذ على هذا المهرجان ويتم الاتفاق على السعر. هسه خلينا من السعر، خلينا بالقصائد الوطنيه. انت تهاجم القصيده الوطنيه الحاليه، تهاجم تهاجم الاغنيه الحماسيه التعبويه الحاليه. مو كلهم يعني اغلب القصائد المطروحه الان ما يسمى بالوطنيه هذه الفتره وطنية. هذه السنه الصعبه اللي مرت على العراق مو وطن ما كانت قصائد وطنيه. زين الشاعر لما يجي ويلبس زي العسكري ويؤدي القصيده شنو الضير؟ يعني أدى قصيده وطنيه للدفاع عن العراق، الدفاع عن الحدود، الدفاع عن 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 المواطن. كل المحبه لكل الاخوان. انت تلبس عسكري انا اشكرك تكون بطل لكن مساحه القتال لا تجي زايد علي. لا تجي زايد تطلع لابس عسكري وانت واقف بمنصه وانت في بنص بغداد وانت عايش حياتك الطبيعيه وتلبس عسكري. انا اعتبر هاي مزايده على الاخوان المقاتلين اللي دي يشبعون ضيم والضير والقهر والالم والتراب والحرب وهو بنص الموت وتجي تلبس نفس زيه وتطلع زايد عليه بالشاشه ولابس العسكري. لا ما مقبول مطلقا. تلبس عسكري روح بساحه القتال مثل الاخوان الابطال مشكورين جدا. هذا الشعراء يعني هذا بما يخص الشعراء حتى الشعراء والسياسيين اكو كثير احنا شفنا طلع لبس عسكري. تلبس عسكري روح بساحه القتال. يعني انت مو مع عسكره الاغنيه الوطنيه؟ انا هاي مؤامره. اكو الان مؤامره على الاغنيه العراقيه بصوره عامه. اكو مؤامره عليها عسكرتها بعد ما انتهت مؤامره عسكره المجتمع الان عسكره الاغنيه. الان اذا انا كنت تابع اغاني بصفتك يعني كاتب نص غنائي وكاتب نص يعني تعتبر من كتاب الاغنيه العراقيين يعني خلي هذا محورنا. يعني هو محور مهم وقد يكون يعني اغلب الناس او الشعراء ما متعمقه وما منتبه لهذا المفصل المهم من مفاصل الفن والثقافه العراقيه. انا جدا بحثت بهاي القضيه. هناك مؤامره كبيره على العراق. يعني من انتهت مؤامره عسكره المجتمع والان تشوف بالعراق اكثر المشاهد العسكريه. الان بدات مؤامره عسكره الاغنيه العراقيه. انا وياك الان اذا نتابع القنوات الغنائيه اذا نشوف 10 اغاني 8 من عندها اغاني عسكريه ايقاع واحد. يطلع المطرب لابس عسكري ويا جيش ويطلع شايل سلاح وهو ما عاد اكثر ما عاد منتمى حقيقي للعراقي. طيب شلون تريد الاغنيه الوطنيه تكون الان؟ تكون باتجاه الحب والسلام. الاغنيه الوطنيه على فكره اكتب لي للحب اكتب لي غزل هي اعتبرها وطنيه لان انت من كتبت للحب وللغزل بهاي الظروف حلو هنا الوطنيه هاي المناظره. خلينا هسه من الاغنيه خلينا بالشعراء. شو رايك بالمشهد الشعري اليوم بالعراق؟ شعراء الشباب
كثيرا ما تحدث او يقال انه لبيد هاني يتهمهم بقله الوعي والثقافه. تاكد هذا الشيء؟ تنفي هذا الشيء؟ انت ما قايل هذا الشيء؟ انا حكيتها صرحت فيه اكثر من مره اكثر من وسيله اعلام ولاموني عليها، لكن راح اعيدها واكررها وبثقه. هنا قله وعي طبعا على مستوى شعراء القصيده وشعراء الاغنيه واكثر الشعراء. هنا قله وعي وهنا قله ثقافه وهنا قله ادب. اكو شعراء الان قليلين ادب. شلون؟ لما تجي انت تنتمي الى موروث عراقي غنائي مليء، يعني تنتجي على يعني مثل ما يقول انا تنتجي على فد شيء يعينك، عندك اغنيه عراقيه عظيمه، من تجي الان تكتب اغنيه سيئه وانت تنتمي للشي يقول عليك ويا حريمه وغيرها وغيرها وتايبين من هاي الاغاني المهمه واعزاز وحاسبينك وغيرها وغيرها، من تجي تكتب اغنيه سيئه وانت عندك هذا الموروث ما تمتد اليه، اعتبره قله ادب. شلون تجي تسيء الاغنيه اعزاز باغنيه؟ يعني مو اكو اغاني الان مو استحي اكتبها، استحي اسمعها. اغاني سيئه الان تطلع، وعلى فكره كل الناس يعرفون. خلينا من هذا المفصل. قالوا ان الشاعر لبيد هاني هو شاعر اغنيه وليس بشاعر قصيده. اولا انا عندي هواي قصائد نزلت اكثر، يعني 3 ألبومات نزلت، ونزلت مو بس بالعراق، الوطن العربي بها قصائد مهمة، قصائد ناجحة جدا، أنا صورت منها كثير من القصائد يعني كلها لاقت صدى حلو وتواصل الناس معي بهاي القضية جدا كان ناجح، وأنا كتبت القصيدة وكتبت الأغنية وأنا ناجح على المجال. نتحدث عن أعمالك لو ناخذ قصيدة كيف؟ لا نقرأ حتى نروح للجو القصائد وجو الشعر وبعدها نرجع نتحدث عن أعمالك الفنية، عن أهم ما نتاجاتك، أهم ما صدر لك يعني حديثا من أعمال من نتاجات مع الفنانين. لكن خلينا نسمع قصيدة وبعدها نرجع نكمل فقراتنا ونكمل حوارنا ويا شاعر المبدع لبيد هاني. هاي قصيدة القصائد القريبة لي جدا، صورت بالسنة الماضية، صورتها كليب في مدينة ماحص بالأردن. تقول ما عندي قلب، ما عندي قلب يتحمل فراق، ما عندي قلب يتحمل فراق، ولا روح يحمل وحشة مسيه، أدور بالدروب آثار خطوات وتيهك بالسرد والقاك بي، وعلى وجهي ملامح فاقد إعزاز بينت وانكسر قلبه علي، أحس قربة منيتي وإنت ما جاي، عليك الله تجي قبل المنية، أنا مصبر الروح بكلمة يعود ما قلت لها راح وما لا جاي، أصيح باسمك انسب بين نفراق وتانيك ويضيق الكون بي، وغلاتك يلبعتني برخص التراب، أنا محلف الهوى يوم وتمرنا فرقه، أنا محلف الهوى المر بيه بجفاك يسولف لي عليك إش ما أشهقه، والغروب إش كثر خانق لعشاك، وأنا غربة وغروب شلون خنقه، أنا مالي خلق للدنيا بجفاك صفى حتى النفس هم مالي خلقه، وأمل جيتك كذب ما صدقت الروح ولكن مو بدي مجبور اصدق. الله صح لسانك الله يا حبيبي يا لبيد، واكيد منورنا انت ومعطرنا اليوم في برنامج توارد. مشاهدينا الكرام وكتحصيل حاصل نذهب الى فاصل. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مره اخرى، وضيف البرنامج لبيد هاني. اهلا وسهلا بك يا لبيد مره اخرى، وخلينا نتحدث عن تعاملاتك، نصوصك الغنائيه، اخر تعاملاتك اليوم ويا منو؟ نجوم الاسماء الشباب. حقيقه هناك اعمال جديده وكثيره راح تطرح ان شاء الله خلال الايام القادمه، يعني ايام قليله القادمه.
أنا دائماً أتحاشى أن أذكر أسماء لأن أنسى البعض وخاف أستلزع على شيء. حلو. تحياتنا للكل. نأخذ أهم الأسماء طبعاً. راح أوفر عليك إذا أنت خاف تنسى بعضهم. أنا راح أوفر عليك. حتى الزعل يصير عليك ما عليك. تمام. لبيد هاني، تعاملاتك ويا الفنان محمد عبد الجبار، الفنان حسام الرسام، باسم العلي، مهند محسن، قاسم السلطان، غزلان، دالي، سلام حسن، محمد الفارس، سيمور جلال، وسام المهندس، علي البغدادي، واخيرا الفنان الملحن علي بدر. من زمان علي بدر مو اخيرا. لا اخيرا بالقائمه. بالقائمه عندك يعني. هذا الكم يعني، واسماء مهمه، وايضا اكو اسماء شباب يعني، أسماء، لكن هذا اهم الاسماء اللي تعامل معاها لبيد هاني. هذا الشكل لك صنع لبيد هاني. الآن أنا لبيد هاني شاعر، أكتب أغنية. تعرف أحمد، طبعاً تحياتنا كل الأسماء اللي ذكرتها. هاي الأسماء وغيرها 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 كثير أسماء يمكن ما أعرف يعني، ربما لا يسع المجال لذكرها يعني. قدرت أسوي منجز مهم بالتعاملات مع هاي الأسماء وغيرها. حلو. ومنجز ما بيه إساءة، منجز بنجاح، بأغاني حلوة، بقصائد جميلة، بموالات حلوة. الآن من أحمد من أجي أستعرض منجزي الغنائي، من أجي يعني أنا عندي أرشيف كامل للأغاني اللي أنا كاتبها يعني، من أجي أتابع حقيقة أكون فخور بنفسي يعني. حلو. تابع الآن منجز الغنائي كله، ما بي أي أغنية بها ساء، ولا بها أي أغنية بها ابتذال، ولا 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 ولا, ولا. مطلقاً بالعكس، كلها قصائد أغاني جميلة، وكلها وربما البعض راح يقولون راح يتهموني بالغرور يعني، لكن مو غرور بقدر ما هي حقيقة يعني. تعاملت يوم اعتزازك بأعمالك. محمد عبد الجبار إيش كتبت له؟ محمد عبد الجبار، معقولة جيتك حلم، أضحك كذب للناس، وأغاني مهمة يعني. حلو. حسام، الله يعوضك بغيري، وأسرار الوطن من القصائد من النصوص. خلينا نتحدث عن أسرار الوطن. أكو واحد مشوا ما هم ضايم الناس، لا مباع الوطن ما تهمه بس روح. واحد يصرح بطل بالتصريح لأن قطرة خجل ما عنده ممسوحة. هاي قصيدة وطنية سجلت في ليلة كانت اكو مظاهرات 25/2. حلو. بالعراق. أنا كنت في وقتها في قاعدين أنا وحسام الرسام بيت حسام، فقال لي شنو، قال لي محتاج أغنية وطنية يعني، ومحتاج منك أغنية وطنية تكون قوية جدا. حلو. على مود المظاهرات في وقتها، لا كنا احنا محتاجين نسوي اغنيه وطنيه، وكانت باكر المظاهرات بس ما كنا حاسبين انه نسوي الاغنيه على مود المظاهرات. حلو. فقال لي محتاجين اغنيه وطنيه وهذا، قلت له اي والله، وخاصه هاي الفتره العراقي شد، هاي 2011 يمكن مظاهرات صح. تمام. فقال اريد اغنيه وطنيه وهذا، والعراق الان مرحله صعبه، مرحله انتقاليه، كانت اكو مظاهرات، اكو كان تحدي قوي بالعراق. قلت له اوكي، انا عندي نصوص قويه. قال لي اكو نص انت قريته قبل فتره بلقاء، فعلا انا كنت قارئ هاي القصيده في لقاء. حلو. قال لي هذا نص كلش مهم، شنو رايك فيه يعني ان نشتغله؟ سمعته اياه، قال لي الله، كان وجود باسم اخ حسام مو قاعد يعني، وقرات اياه، قال لي الله لبيت هذا، قال لي هذا وقته. قلت له بس لازم نحسب حساب انه باكر مظاهرات، باكر 25/2. قال لي ما اعرف نلحق لو ما نلحق. رأساً النص أنا حافظه يعني، كتبه الرجل رأساً، كتبه على ورقة يعني. حلو. رديت إياه كتبه على ورقة، لحنا الكلام صارت بالخمسة العصر رأساً. رحنا الاستوديو، اتصلت على الأستاذ الموزع الموسيقى منير جعفر، تحياتنا له. خابرنا منير رأساً حجزنا استوديو يعني، بدأ وقت الغروب تقريباً. حلو. دخلنا وضلينا بالاستوديو لحد 8 الصبح. المظاهرات بالتسعة، الناس طلعوا بالمظاهرات، احنا بالتسعة الاغنية جاهزة وبالجو. حلو. حلو. وكانت تجربة جدا جميلة يعني. جيد. اخذت اجور عليها لو بدون اجور؟ لا طبعا اجور. اها. اجوري ما اخذ يعني كاملة. يقال يعني انت تنطي بعض الاعمال بدون يعني بدون اجور. اكو بعض الاصدقاء، نعم تعاملت يوم اهدي لي الاغنية هدية، صديقي. حلو. صديقي واهدي لي الاغنية هدية يعني. حلو. مهند محسن. تحياتنا له. تعاملنا ويا مجموعة أغاني كبيرة وكثيرة، من ضمنها شلون خليتك تروح، بعد يا قلب ما تسوى، وغيرها من الأغاني. وهناك عمل مهم جدا راح يجمعني أنا ويا إن شاء الله في دوتو جميل، في عمل لا يقل أهمية عن أغنية الأماكن، بنفس الجو بنفس حتى وقتها راح يكون طويل. حلو. قاسم السلطان. قاسم غنالي من النصوص اللي أحبها جدا، ونص كاتب إلي. حلو. بكيت بيوم وطفيت العيون، بيوم الفرقة حلفت اليوم الروم، عشق عمره وحياته وما أظن يهون،
ولا رحموني من بعد اللي يلومون. ردت ما عوف وقلت شلون عوف وبعد ما ميز صرت بالقوة شوف. وصار بين عيوني وبروحي يطوف راح وين راح والماضن يجون. بكيت بيوم وطفيت العين. والله غزلون تحياتي كل المحبة والتحيات العزيزة غزلان. أنا صديقة جدا قريبة. العمل الأخير طبعا مبارك لكم عليه، عمل رائع وعمل مميز ويعني نال استحسان الناس الحمد لله والشكر. احنا هدفنا دائما انه نرضي الناس والمتابعين. تحياتنا غنت الكثير من الاغاني اشهرها اتلوع بلياك وعده موالات والاغنيه الاخيره اللي هي ما يتعوض عمر الفات. نعم كان هذا اخر. وهناك اعمال جديده قيد التنفيذ ومنها ما نفذ وجاهز يعني ان شاء الله يطرح خلال الفتره الجديده. وانا من اجمل الاصوات اللي احبها على عموم المطربين العراقيين غزلان. صوت جميل ومهم جدا. حلو. احلى من دالي. تحياتنا للدالي وتحياتنا طبعا بداية الغزلان والدالي. كل واحدة يعني كل واحدة سواء غزلان او دالي كل واحدة لها جمهورها ولها ناسها ولها استايلها. لا لا انت بالنسبة لك انه صوت غزلان احلى من صوت دالي؟ تطربني غزلان. اها حلو يلا نكتفي بهذا القدر. على فكرة تدريسي المشاكل وشنو؟ هذا المفردة مال ما 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 يتعوض عمر الفات، هذا شغلك انت لو شغل الملحن؟ ما يتعوض عمر الفات وما يرجع. قصدك تكرار كلمة ما اللي هي الحركة الغنائية هاي الملحن طبعا. ما يتعوض عمر الفات نص انا كاتبه لكن الملحن من حقه يتلاعب يعني مرات حلو بالنص. حلو يعني تحياتنا الملحن الغنائي. شلون تنفذ العمل مال غزلان؟ يعني احنا بالاستوديو موجودين وطرحت النص يعني بوقتها كان وسمعت غزلان قالت لبيد النص كلش حلو. يقال انه يعني غزلان قافلة عليك الاستوديو حاب ستك بالاستوديو ورايحة للبيت وإلا تكمل النص. ايه كلب شات وزيان صفر ونقل للرضواني. لا شوف عادة ومكملة شغلها وراجعت لك يعني قالت لك إلا تكمل النص يلا ترجع. عادة أنا مو أخر العمل لا بالعكس أنا جدا يعني أكون ملتزم بالشغل يعني. حلو. بس هاي كتبت الأغنية كتبت دخول الأغنية المقطع الأول. حلو. كملتها وجاهزه فكل ساعه يقولوا لي البيت تكمل كوبليهات هسه فد شويه. انا مو قصدي يعني اكون بس يعني قضيه شعريه هاي لازم هي تطلب نفسي فد شويه بس اعطوني مجال باكر ان شاء الله اليوم. اخر شيء انا قاعد بالاحدى الغرف بالاستوديو فدخلت قلت له البيت كمل لنا الاغنيه هسه حتى ادخل اسجل يعني. قلت له اوكي ماكو مشكله. فطلعت انا بعدني قاعد بالغرفه طلعت سدت الباب وقفلتها كانت تخابرني قالت لي البيت انا قفلت الباب والمفتاح عندي إذا ما تخابرني وتسمعني الأغنية كاملة ما راح أفتح لك الباب. فاضطريت كملت الأغنية وخابرتها رديت لي أقول يلا جد فتحت الباب. حلو. تحياتنا لغزلان. سلام حسن. تحياتنا سلام حسن صديق عزيز تعاملت ياب عدة أغاني مهمة. حلو. من أقرب الأغاني لي الأغنية اللي صورها أخيرا بدت روحي تحن لهم. حلو. وأغنية وطنية أيضا صورها وأغنية وطنية مو الوطنية عشان هيك قبل شوي. محمد الفارس. تحياتنا عدة أعمال مهمة وكثيرة مع محمد. حلو. الفارس محمد صديق قريب جدا. سيمور جلال. هواي تعاملنا وأشهرها أغنية رياضية قبل مشاركتي في برنامج ذا فويس يعني بعد ذا فويس. أيضا أكو تعاملات جديدة وقيد التنفيذ وواحدة منها أتوقع نزلت خلال يعني اليومين الماضيين أو راح تنزل ما أعرف. حلو. وسام المهندس. هواي كثير من الأغاني تعاملت يا أشهرها أغنية مختنق. الملحن علي البدر. كل الحب والتحية للصديق والأخ الحبيب الملحن علي بدر. كثير تعاملنا بعدة أغاني أغاني مهمة وأكثر ومو أكثر كلها كانت أغاني ناجحة وحلوة وراقي. حلو. خلينا الآن ننتقل إلى مجموعة من الصور اللي محضرين لك إياها اليوم ضمن برنامج توارد ونشوف إيش تحمل هذه الصور. يا ساتر. مهند محسن. كل الحب والتحية إلى الأخ العزيز وصديق القريب جدا مهند محسن. مهند محسن نجم عربي مهم جدا ملحن كبير جدا على مستوى عربي مثقف جدا متذوق مهم للشعر أكثر مطرب واعي. يعني 99% من المطربين الآخرين ما يمتلكون ثقافة مهند محسن ووعي مهند محسن وتذوق للشعر وفهم للأغنية. مهند محسن فنان كبير تحياتنا له ومشتاق لك أبو علاوي. حلو. هو وين هسه الآن؟ بلجيكا.
ما التقيته بفتره اقترابه؟ التقينا وايد احنا انا ومهند يعني وايد التقينا. رحت لبلجيكا لو؟ لا هلا فتره ان شاء الله رايح فتره قريبه ان شاء الله اكو اعمال مهمه جدا يعني. يا الله موفقين ان شاء الله. كلمه المهند محسن مشتاق لك ابو علاوي وكل الحب لك و اتمنى من عندك بس راح يعني اقول له شغله المهند محسن وهو راح يفهم ايش راح اقول له. الاغنيه العراقيه محتاجه مهند محسن. حلو ننتقل لصوره اخرى. اويا من صورتك الصديق الحبيب والقريب احمد البشير. احمد من اقرب اصدقائي ومن اصدقائي المقربين جدا ومن فتره يعني من فتره طويله. كل الحب لاحمد. احمد اعلامي حلو اعلامي مهم. اول من ادخل ما يسمى بالستاند اب كوميدي الاعلام الكوميدي العراق وكان ناجح به جدا وكل الحب اليه والتحيات ومشتاق لك احمد. كنت قريب من عنده بشكو ماكو وابو لسان وهذه ودائما قريب من وما زلت يعني كعمل بشير شو اقصاك هو؟ لا مو اقصاني انا ما يعني مو من ضمن كادر يعني بالعكس صديقي تبادل اراء الاستشارات صديقي طبعا احمد صديق قريب جدا يعني في وانا يعني البرامج كلها اشتغلتوها سوا برامجه احمد قريب جدا حكم صداقتي بي والخوه اللي بيناتنا والمحبه والصداقه تفرض علي انه دائما اقول لاحمد هاي صح هاي غلط هاي 1 2 3 وهو يستشيرني الرجل بكل خطواته حتى على يعني على على مستوى الشخصي على مستوى البرامج مو العلاقه الشخصيه هسه انت قريب منه على المستوى الاعلامي البرامج أيه شغله قريب منه جدا صح يعني هسه انت قريب منه حتى في برنامج البشير شو لا البشير شو من الفتره اللي كان يصور بيها انا كنت مشغول يعني بشغلات كثيره وما كنت قريب منه جدا بالبرنامج يعني نلتقي بشكل يومي لكن بالبرنامج انا ما كنت موجود يعني تم يعني ما تحمل مسؤوليه برنامج البشير شو ما لك اي ما لي اي دخل بيه حلو اي بعيد عنه تماما يعني زين دخلت بموضوع يعني استاذ حمزه الحلفي تحياتنا له كل الحب والتحيه للاستاذ حمزه اشكال بين احمد البشير وحمزه الحلفي انت شنو دورك كان اعتذرت للاستاذ حمزه باعتبارك صديق احمد البشير لا لو التزمت موقف الصمت هاي سوالف احمد البشير دائما يغلط وانا اعتذر مكانه لا شوف احمد انا شفت الحلقه حالي حال اي مشاهد باعتبار انت حلقه الوصل بين استاذ حمزه وبين احمد البشير على فكره على فكره هذا الكلام على فكره هذا الكلام حتى استاذ حمزه يمكن ما يعرف بي يعني نعم انا حالي حال اي مشاهد شفت الحلقه وشفت احمد البشير ذاكر اسم الاستاذ حمزه الحلفي بإحدى الحلقات فطبعا صارت ضجه وصار كلام ضد احمد انه انت شلون جاي تنتقد شاعر كبير ومهم وراقي مثل الاستاذ حمزه الحلفي صاحب فضل على القصيده والاغنيه العراقيه الاستاذ حمزه الحلفي مبدع كبير فطلعت الحلقه انا شفتها وما خبرت احمد بداخلي يعني شلون اقول لك انقهرت يعني لان احمد استاذ حمزه الحلفي صديق قريب جدا واحمد صديق قريب جدا وما كنت اتمنى من احمد يوقع بهذا الخطا هو خطا يعني اخطا احمد البشير اخطا طبعا بهاي القضيه هو مو قصده على فكره يعني احمد كل همه يسعد الناس يضحك الناس زين من حكاو على احمد البشير دافعت عنه بالفيس خل اقول لك لا انا على فكره ما اتمنى اي موقف بالفيسبوك ولا اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي ما اتمنى اي موقف لان اكثرها مواقع يعني مواقف كذابه بصراحه احمد خابرني قال لي لبيت اني انتقدت احد الشعراء اللي هو الاستاذ حمزه الحلفي صارت علي فد هجوم فانا ما اعرف يعني يعني ما أسوي. يعني احمد البشير ما منطق خبر قبل لا تطلع لا 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 مطلقا ماكو اساسا انا بوقتها كنت ببيروت على فكره يعني كنت ببيروت ورجعت لعمان واول ما رجعت لعمان شفت الحلقه قلت لك وخابرني هو الرجل بالليل احمد البشير قال لي انا حكيت وبما انه انت قريب على احمد البشير وانت شاعر فاكيد مواضيع الشعريه يجوز لا والله انت يعني لك 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 فد لا والله لك راي بهذا لا الشيء لا والله لا لا ارجوك يعني انت راح تسوي المشكله اليوم لا والله انا كنت ببيروت رجعت احمد كان مسوي الحلقه فشفتها قلت لك حالي حال اي متابع شفتها كانت انتقادات كبيره وكثيره ضد احمد فبوقتها احمد قال لي لبيت انا ذكرت اسم الاستاذ حمزه الحلفي بالحلقه وصار هجوم علي انا مو قصدي الاساءه فيعني رتب لي الموضوع
قال لي لبيد رتب لي الموضوع يعني أنا انحرجت يعني. حلو. فقلت لأحمد الأستاذ حمزة الحلفي شاعر كبير ومثقف، وأستاذ حمزة الحلفي يعني شاعر ومسرحي وإعلام مهم. قلت له يعني الرجل مهم جدا وأنا راح أسوي شغلة. قال لي شنو؟ قلت لأحمد راح أجيك باكر وأخابر أستاذ حمزة الحلفي وأنت اعتذر منه قدامي. قلت له اعتذر منه وقلت له اعتذر من جمهور الشعر العراقي، من الثقافة العراقية اعتذر. الرجل أحمد قال لي والله أنا ما قصد ومو قصد الإساءة، وهو أحمد قال لي نعم وفعلا وأنا اعتذر من أستاذ حمزة الحلفي. تواعدنا ثاني يوم، ثاني يوم كان عندي شغل أو سفر أو هيك يعني، وانشغلت وأنا ما رحت يعني، أنا ما رحت. حلو. يعني والرجل وأحمد قدم اعتذار وأني أنا أقول لك قدم اعتذار أحمد؟ إيه اعتذر طبعا. وين؟ اعتذر من أكثر الناس يعني، كان خابر أكثر الناس المهتمين بالشعر العراقي، كان خابر أحمد قال ما أنا مو قصد الإساءة. يعني أحمد البشير اعتذر على تصرفه. أحمد البشير خطأ واعتذر عن خطأه. حلو. وتحياتي هذا يعني خوش تصريح لأحمد البشير، لأن دائما أحمد البشير يعني هو أحمد في برامجه في برامجه يعني هو يخطأ وأنا اعتذر، هو يعني يتبنى موضوع شامل وعام فيقول لك أنا لا فكرة. اللي ما يعرف أحمد البشير، أحمد إنسان طيب جدا، إنسان علنيته جدا، كل همه أن يشوف البسمة على وجوه الناس، والله العظيم هذا همه يعني. حلو. الرجل يمكن مو كل الناس يعرفون شخصية أحمد، أحمد إنسان طيب. حلو. طيب طيب جدا. لو استشارك أنه يروح البغداد تأيده يروح البغداد؟ أنا قلت لأحمد، أنا أكثر مرة جيت البغداد أنا قلت لأحمد تعالوا وياي ونرجع وما عليش الرجل، بالعكس الناس يحبون أحمد. أنا قلت له ذيك مرة قلت لأحمد أنت من شنو تخاف؟ الناس تحبك وفعلا الناس يحبون أحمد. هو يخاف؟ إيه. يعني يقول أنا انتقدت هواي وأخاف مثلاً عن شيء بغداد، قلت له بالعكس أحمد أنا أحمد شجاع. حلو. شجاع وطيب. حلو. لا مو مو بس يعني خاف من مسألة روحت لبغداد. على فكرة إحنا بزمن صار الخوف شجاع الآن بالعراق. خوف شجاع الآن يعني إذا يقول لك أجيك على مسؤوليتك البغداد طبعاً تحمل مسؤوليته. طبعاً أتحمل مسؤوليته، الناس تحبه، أنا متأكد أحمد إذا يمشي الآن بغداد العالم يحبوه يأخذون يا صور بالعكس. حلو. تحياتنا لأحمد، كل الحب والتحية لأحمد صديقي وتحياتي إله وراجع لك العمان لصورة أخرى. حسين البهادلي الله الله عليكم وعلى هذا الاختيار الحلو، الله على حسين البهادلي. من أقرب أصدقائي على المستوى الشخصي يعني. حلو. حسين البهادلي صديق قريب جدا وحقيقة أخ لا يعوض. حسين البهادلي شاعر مهم جدا على مستوى العراق، جدا أحبه وتجمعني به أخوة وصداقة. شنو الرابط هذا القرب الروحي ودائما يعني ما تكون بغداد تكون مع حسين البهادلي وحسين البهادلي مع لبيداني؟ حسين البهادلي رئيس جمعية الأدباء الشعبيين فرع واسط، من الشعراء المهمين والإداريين ناجحين جدا. جميل. ومهم جدا وشاعر حلو وجدا أحب أسلوبه الشعري. وأحمدي حسين البهادلي يتمتع بنقاء وبرقة وشفافية وجدا أحب شعره، لأنه حسين البهادلي رجل قمة الوطنية وقمة الشعر، الترافة بالشعر والرقي بالشعر، وشاعر مهم جدا وجدا أحبه صديقي يعني أخوي. رايح للكويت؟ أني؟ إيه؟ لا من زمان يعني قبل، بس هالفترة ما رايح. قلت لك لا قلت لك أنا يعني متجي ما في يوم أخذ أخوي على الكويت. دعاني الرجل وسوالي يعني أكثر من أمسية بالكويت يعني. قال لي حتى شعراء الكويت وجمهور الشعر بالكويت يطالبوني أني أريد أشوفوك وأسوي لكم أمسية بالكويت، لكن أنا ما صار عندي المجال يعني. إيه لأن تعرف أنا أجي بغداد فترة قليلة. يرتب لك لقاءات في من تجي لبغداد؟ ومن يتبنى هذا الموضوع؟ أكثر الصديقين على المستوى الشعري، مو صديقين يعني عدة أصدقاء، لكن أقربهم حسين البهادلي ورياض الركابي وأنت أحمد، وكلهم من أجل بغداد يعني. ما مثلا رياض يخابرني يقول لبيد لقاء في القناة الفلانية، حسين يقول لبيد قناة الفلانية فلان برنامج لازم تروح لهم. حلو. ورياض يقول لي وحضرتك. حلو. لأن أنا بعيد. تمام. فمن أجل العراق يعني مثلا، والقنوات يسمعون إنه لبيد هاني اليوم جاي بغداد، فمثلا بمن أصدقائك هم القنوات يتصلون بأصدقاء المقربين. يلا حلو كلمة لحسين البهادلي.
كل الحب والتحيات لأخوي وصديقي وحبيبي الراقي جدا حسين البوهادلي. تحياتي لك حسين ومشتاق لك جدا جدا، وإن شاء الله نلتقي عن قريب يا حسين البوهادلي الرائع. تحياتنا لحبيبنا أبو علاوي الغالي، وننتقل لصورة أخرى. الفنان باسم العلي، تحياتي الحارة جدا أبو علاوي المبدع باسم العلي، فنان مهم، صديق قريب جدا، جمعتني به علاقة وأخوة وفترة طويلة كنا أنا وياه، اشتغلت له أغاني كثيرة، كل الحب له. مبدع باسم العلي، وحافظ على 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 الرقي اللي يتمتع به بالأغنية العراقية. بس عندي عتب عليه، موفي يعني، جمعتنا فترة طويلة. احكي لنا قصتك ويا باسم العلي، منين بدت؟ باسم العلي صديق أكثر من ضمن أصدقاء عند المطربين، اشتغلنا كثير أغاني وأغاني مهمة فعلا. وكان أكو باسم العلي عاش فترة بعمان حتى ما يطلع من البيت، فترة قاعد بس بالبيت، محصور بالبيت، ما يلتقي بالناس، ما يطلع. شبه حالة نفسية؟ اي فترة قبل زواجه، وكان بعده ووحيد، ويعني هو اي مشاكل تعرض لها الرجل. كآبة قد تكون؟ شنو؟ يعني نوع من الكآبة؟ يا أخي نرجسي إلى أبعد الحدود. كل الحب له، يعني أنا أحبه باسم صديقي، بس نرجسي يا أخي، فظل بالبيت. أنا الوحيد اللي كنت أروح للبيت، يعني يمكن فترة طويلة باسم ما شاف، بس أنا والحارس. بس أنا أروح للبيت ونقعد نلعب بلاي ستيشن أنا وياه، وكرة قدم ما كرة قدم وهذا، ونتمتع ما أدري شنو، نتونس ونغير جو ونكتب، وكتبت له هواي أغاني، وكانت علاقة جدا قوية. وتزوج باسم، وزوجته تحياتي لهم يعني عائلة باسم بهولندا، كانت دتولد علاوي ابنه الله يحفظه، وحتى من ولد ابن علاوي ابنه ولد بهولندا، وأنا وياه بعمان، وحتى من خابره قال له ولد علاوي انا بسياره، وهديت الاغنيه الابنه علاوي. طلعت المشكله هاي الاغنيه على فكره، هي اللي تنفذت تنفذت وصورت، وكثير صور لباسم هو اغاني، فعلاقه حلوه هذا. والى حد ما سافر، ودي سافر وراح الهولندي، ومن راح لحد الان ما خبرني ولا قال لي شلونك ولا قال لي مشتاق لك. من سافر لحد الان انا اعتب عليه هواي، انا احب الباسم. ليش جد صار له مسافر؟ صار له سنوات، ما يقارب 4 سنوات يمكن. وانت ما خبرته ايضا؟ لا انا تواصلت، يعني كنت ادز له سلامات، ادز له اخبار، بس هو ما خبر. وعلى فكره انا كتبت له هواي اغاني بالفتره الاخيره، اكثر اغاني اللي رجعت باسم، مو اللي رجعت انا، اللي رجعت باسم العلي للاغنيه العراقيه. باسم العلي النسي، وانا رجعت للاغنيه بيا اعمال كثير من الاعمال، على بختك و والله حرام، ويا رب مشتاق للي نزل معي اسم شاعر اخر والاغنيه لي، وكثير اعمال. منو اسم الشاعر الاخر؟ اسم استاذ حسين الشريفي. يعني انا تفاجأت، انا كاتب اغنيه لباسم العلي من جيت ابو وعبد جنز باسم حسين الشريفي. تحياتي كل الحب للاستاذ حسين الشريفي. تحياتنا. ما اعرف ليش يعني. وما اتصلت فيه؟ ما حكيت فيه؟ لا ما عتبت له. لو اتصلت وما يجاوبك؟ لا ما اتصلت اصلا. بالعكس. من جل عمان زياره الاخيره؟ جل عمان مرتين وما خبرني. ربما يكون خجلان من هالقضيه اللي سواها، ربما يكون محرج، بس انا احبه. وتحياتي لك ابو علاوي، وكل الحب لك. يعني نعتبر باسم العلي معاك يعني قليل وفاء؟ لا لا، باسم العلي مو قليل وفاء، عديم الوفاء. ما شلون تحياتنا له؟ مو احبه صديقي. صديقي صديقي يعني. طبعا تحياتنا للفنان باسم، كل الحب لك ابو علاوي ومشتاق لك. يلا خلينا ننتقل لصوره اخرى. شو وقت تتزوج يا لبيد؟ مشاكلك ويا عائلتك ويا والدك ووالدتك، والوالد صار اكثر من سنه على خصام وياك، وانت لا مبتعد. لا من تجيب الكلام؟ لا لا وانت مبتعد و لا لا والعمر يمشي، وانت لحد الان يعني ما نويت لهذا المشروع، المشروع الاسري، مشروع ان تكون عائله، مشروع ان تكون لك زوجه تشاركك الحياة وانت تقاسمها كل تفاصيل حياتك.
التمت بروح المحنة واشتهيت أخباركم. الكلام اللي حكيته ماكو مشاكل، بالعكس ماكو أي مشكلة ولا أكو أي تفاصيل سلبية بالموضوع مطلقاً. موضوع الزواج موضوع ما أعرف، ربما في وقت يجي يعني، لكن لحد الآن أنا ما ناوي زواج وبعيد عن هاي القضية. مع العلم أنا أتمنى عندي طفل. يعني هسه عمرك يجوز صار 34 سنة وبعدك ما متزوج؟ لا 56. لا 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 بعيدا عن يعني المشروع هذا لاغي حاليا من حياتك؟ مكسور. أتمنى عندي طفل بدون نتزوج. لا لا في فترة من الفترات كانت فكرة الزواج مطروحة وقائمة وكل الشيء كانت قائمة يعني، ومشيت بهذا الاتجاه وصلت للمرحلة، لكن سبحان الله يعني المشروع كان سبحان الله يعني إرادة رب العالمين وما صارت يعني ما انتهى المشروع إلى نهايته. فقدت شركة حياتك اللي كان المفروض أن تكون شركة حياتك باللحظات الأخيرة. وتأذيت هواي، وأكبر انكسار بحياتي يا أخي، انكسار 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 كان خطير، أثر علي حتى على المستوى الشخصي مو بس المستوى الشعري. وكنا ماشيين باتجاه حلو يعني يمكن بوقتها الموضوع صار عشان عندي حتى عدة أطفال، لكن سبحان الله سبحان الله. شفت بس عاقد لو بعد ما عاقد؟ لا بعد ما عاقد. بس يعني شو أقول لك، الله إيش قد كنت فرحان الله يعني. تعرف هسه مثلا من أتذكر حتى كلمات أتذكرها أكو تفاصيل أتذكرها شلون أقول لك بالسواليف يعني تسمح لي. شلون فقدتها؟ خلينا بهذا الموضوع. ما كداعي شلون فقدتها بس تدري أحمد والله العظيم من ذاك اليوم لحد اليوم ما غفت عيوني مرة داموني باجي، والله ما نمت دامو باجي. وأكو تفاصيل أتذكرها، أكو كلمات، أكو محبة، حتى الألوان كانت تحبها لحد الآن بس هاي الساعة كانت تحبها. انفجار انفجار ما خليني أرجوك يعني أنا ما أذكر هاي التفاصيل، لكن محتاجة هواي يعني. أنا حتى بعد ما انتهى ذاك الفراغ صارت حياتي أمثل الحياة، أمثل إن أنا عايش، أمثل إن أنا أضحك، وأمثل إن أنا أشتغل، وأمثل إن أنا مرتاح، لكن فعليا ما مرتاح والله العظيم لحد الآن. بالسيارة بعمان العطر مالتها اللي عطر منتهي باقي منه شوية قليل جدا، لحد الآن بالسيارة. وأول ما أصعد بالسيارة أول شيء أطلع العطر أبوه علي وأشتمه. أصدقاء خصوصاً المقربين يعرفون هذه القضية وهذه الحالة، أنه أنت فقدت الإنسان اللي كان المفروض أن تكون شريكة حياتك، أكيد يعني مشتاق لها، وأكيد يعني كتبت لها، وأكيد يعني ما فارقت خيالك الشعري ووحيك الشعري. شو راح تقول للإنسان اللي الآن ترقد تحت التراب؟ مشتاق لي ومحتاجي. الشعر أطالع صورتك بالبيت، أطالع صورتك بالبيت، ذكرت أيامك وحنيت، أحاكي الصورة وابكيلك وسولف لك وغني لك، وحق فراقك انذليت، أخلص الليل بالقوة ويلي فراقك السوى، ذكرتك وانهدم حيلي، صفقت ايدي وصحت ويلي أموت اليوم إذا ما جيت.
هو حق فراقك مدلي. مرة وبرنامج توارد، ومسرور جدا وأشكرك على حضورك وقدومك من عمان إلى عراقك وبلدك وناسك وأهلك، وأكيد كانت أيام حلوة يا لبيد إنه تكون بيناتنا بهذه الأيام الجميلة. حقا أنا سعيد جدا جدا جدا، أولا أحمد أن شفتك بعد سنوات إحنا ما ملتقين، شفت الأخوان والأصدقاء المقربين بهاي الفترة. شكرا جزيلا لكم على هاي الضيافة الحلوة، على هاي الروح الحلوة. شكر خاص لك أحمد صديقي القريب، وشكر خاص جدا للمخرج الأستاذ سفيان المبدع الجميل. شكرا لك ولكل الأخوة المبدعين اللي ما خلف الكاميرات. أنا سعيد جدا، وأتمنى يا ربي أشوفكم على خير، وأتمنى من رب العالمين أنه زيارة القادمة العراق تكون زيارة للاستقرار وبنصكم وبيناتكم إن شاء الله. والله يبعدنا عن الغربة وعن كل قهر إن شاء الله، وكل الحب والتحية لكل العراق. اللهم يا ربي رحمتك بالعراق. شكرا يا لبيد، وانتم مشاهدينا الكرام نتمنى نكون قدمنا لكم ساعة شعرية مع شاعر لبيد هاني، نالت رضاكم واستحسانكم. حتى نلتقي في حلقة قادمة، كونوا في أمان الله.